سي حافظ، انت على المباشر من خلال تجربتك في 6 سنوات لست ادري، انت في المباشر نداءك مثلا للمستثمرين من اجل دعمك، اذا كان ما ثمش دعم حقيقي من الدوله ما ثمش مستثمرين حتى بمنطق ربحي، الان الناس تبحث على الفلاحه البيولوجيه وغيره، شو نداءك من اجل تطوير المشروع هذا ويخرج من دائره يعني سامحني الهوايه؟ انت في المباشر شو نداءك للمستثمرين للناس اللي بالفعل عندها احساس وطني باهميه الامن الغذائي واهميه المحافظه واحياء واعاده توطين بذورنا الاصليه؟ اولا حبيت ان نوضح حاجه برك فيما يخص سواء كان الجمعيات او التجمعات او المنظمات او ما شابه ذلك. الاراده تبنى من المواطن ومجموعه المواطنين، اذا كان دخلت تحت سقف الجمعيات والمنظمات معناتها اعتبارها قضيه وتمحات مع التنسيب. يا عم ما العمل المجتمعي هو اللي يدفع، مش لما سلبي المواطن اللي يحب يقدم، اللي يحب يقدم واللي يحب ينهض في البلاد يعمل هو يبدا بروحه. تعطيني شنو زرعت، شنو عملت، شنو وفقت، اما مش انت تجي تلم فلوس في جمعيات تمشي تصرفها في الوتله فيما لذ وطاب، ندوات يعني مش فارغه. انت السياسات والراي العام كيراء جمعيه مثال ولا مجموعه جمعيات معناتها يتصرفوا كيك، شنو حسب رايك الفكره نتاعها؟ مش تبدل الفكره والموضوعيه نتاع الغايه الاساسيه باش عملوا الجمعيه. هذه نقطه مسكره. نعم. الشعوب كي تحب والاراده كي تكون صادقه راهي تثمر معناتها بنسب كبيره برشا، وتثمر اكثر من معناتها اكثر من المتوقع. كيفاش؟ احنا المبادره اللي بديناها نتاع الحبوب منذ سنتين، السنه توا راهو المسؤولين نتاع ديوان الحبوب اللي حضروا معايا في بلاطوات وشافوا الاوراق انبهروا. قال لك شنو هذا المكتوب؟ قلت له المكتوب قدامك اقراه وثبت. اذا كان هي مبادره بسيطه وتجي معناتها ناس مستثمرين كبار في الحبوب والناس عندها امكانيات كبيره تجي تقول لك اني الاراضي نتاعي الكل على ذمتي، انت اخدم واحنا نتحملوا الريسك الكل، احنا نوفروا كل شيء، انت جيب البذور اللي عندك ازرع واحنا نعاونوه. كي ما يعرفوش كيفاش غادي نعملوا، والا تجيك انت ليستات، ما هي ليستات من مجرد فيديو بالالاف، راهم 6421 طالب بذور باش يزرع السنه. خير ديوان حبوب شو فرضهم كل كاي، وانما هي بادره نتاع وعي الناس. سي حافظ، هذه طلبات الفلاحين كامل الجمهوريه 6000 فلاح؟ 6421 مواطن فلاح طالب اكثار البذور المحليه نتاعنا احنا. يشروها منك سي حافظ، اسمح لي. جاتهم حتى نفهم اللي يسمعوا فينا في التلفزه، فلاح من كامل الجمهوريه اللي عنده حتى فلاح بسيط يحب البذور الاصليه، يتصل بك عن طريق الجمعيه، كيفاش تبيع له الكميه توفر له مد... أنا مواطن، لاني جمعيه، لاني منظمه، لاني حتى شيء، أنا فلاح كيف انسان يحب يعمل عمليه اكثار تاع كميه صغيره تاع حبوب، نسلفه الكميه، نسلفها له، معناتها أنا نسلفك السنه تزرع وعم جاي كي تنضج ترجع لي، يعني بعد نعاون نعطيها لناس اخرين، وانت بدورك تعطي لجيرانك وتعطي لاندوراج المحذاك، اعتباره احنا مش نعاونوا الدوله كل حد من شيرته. اي فلاح ولا اي مواطن عنده جرده، عنده ساني صغير، عنده كذا، يزرع الروح باكتفائه هو واكتفاء نتاع العائله معناتها المكبره نتاعه ونتاع جيرانه. اذا كان كل حد يعمل كذا رانا نهضوا بالبلاد، تولي الدوله تسعى باش توفر الغذاء نتاع الناس اللي ما عندهاش وين تزرع، نتاع المدن الكبيره، نتاع اللي ما فيهاش اراضي خضراء، اللي ما فيهاش سواني، ما فيهاش مناطق زراعيه. الفكره بتاعي انا راهو كي عملت الليستات هذوما راكم تشوفوا هاي القائمات هذوما كي قائمات راه اش عملت؟ الراغب اش عنده؟ عنده الاسم واللقب ورقم التليفون نتاعه، وين مش يزرع في الولايه، المساحه اللي عنده سقوي والا بعلي، شنو مزروع السنه وشنو يحب يزرع، وين يحط الملاحظه شنو باش نعطيه كميه. احنا كان كل حد يعمل الاصل فيه رقمنه يا سي حافظ، الاصل فيه اسمح لي رقمنه كل هذه المعطيات بطريقه اليه ويوقع تثمينها. اتصلوش بك مستثمرين كبار مثلا من اجل تثمين التجارب هذه في اراضي اكبر وغيره، وماذا كانت تجاربهم؟ اتصلوا بي المستثمرين، لكن معناتها المستثمرين منقسمين على قسمين، قسم مستثمر للصالح الخاص وقسم اخر للصالح العام.
احنا ماشيين مع المستثمرين اللي يمشيوا للخدمة صالح العام، المستثمرين اللي قالك ارضي على ذمتك وازرع وفر كما انت فرقت بلاش، احنا مش نفرقوا معاك بلاش. انت اخذت تجربة ولا ما زلت؟ التجربة قائمة تو، تجربة قائمة معناتها في طور الخدمة. نمو، نعم في طور النمو. إضافة إلى هذا نرجعوا لطور الاستراتيجيات ونرجعوا معناتها للإرادة السياسية. راهو بالإرادة السياسية الصادقة ننهض ببلادنا 100%. وأول حاجة في الإرادة هذه يلزمنا نخدم على تغيير الصبغة وتغيير المنهج وتغيير السياسات في الزراعة. إذا كان إحنا شعب في تونس نستهلكوا 90% من استهلاكنا قمح لين، إحنا علاش نشجعوا باش نزرعوا القمح الصلب؟ إحنا نستهلك القمح الصلب بنسبة 25%. طيب هذا راني يعني مش مختص، وإنما الدراسات تقول والمعطيات تقول والنتائج تقول اللي كونوا استهلاكنا كشعب تونسي 90% من استهلاكنا قمح لين، واستهلاكنا من القمح الصلب 25%. إيش بينا؟ معناتها غيبنا زراعة الفارينة وهمشناه وزرعنا القمح الصلب اللي احنا نستغلوا منه نسبة والبقية نصدروه. ودون هذا إيش بينا؟ احنا هملنا وهمشنا وغيبنا زراعة الشعير اللي نسبة استغلال معناتها الاستهلاك متاع الشعب التونسي من مادة الشعير 50%. وين الشعير وين الفارينة من معناتها مجمل الزراعات اللي نزرعها احنا؟ قمح اللين يعني الفريق الخبز الباقيت قمح لين. ثم إرادة أنها نقصت مساحات زراعة القمح اللين هكا؟ مش إرادة، السياسة القديمة الموجودة نعم هي شدت على زراعة القمح الصلب. معناتها احنا تو في السياسة بتاعنا الجديدة لازمنا نبدل المنظومة، معناتها على أساس نركزوا على زراعة القمح اللين اللي احنا في حاجة ليه. نعم ليش ما نجيبوش معناتها من الخارج؟ إضافة إلى هذا معناتها في السياسة اللي اتخذتها واللي قريتها باش تنهض بالشيء هذايا، أنا كوني حبذت ناخو الفلاحة اللي مش عاطين بذور، ناخو الفلاحة اللي الأراضي متاعها ما تزرعتش، اللي الأراضي متاعها اللي كانوا يزرعوا ما زالت خام ولا بيير وبطلوا. علاش؟ باش ما نجيش أنا بعد تجي ناس اخرى ولا ما نعرفش شكون يقول لك هاونا معناتها تبعوه بس زرع الاصناف هذيك وخر الانتاج. لا، هاو مش يزرعوا في معناتها في اراضي مهمله، اللي عنده ارض بور هامله ومش مستانس يزرع فيها مش يزرع فيها، نزرعوا فيها مع بعضنا ونشوفوا الانتاج نتاعها. هاونا احنا سواء كان صورنا ولا ما صورناش عاوناك انت كمسؤول كديوان حبوب كوزاره فلاحه كذا، عاوناك باللي نقدروا. ليش؟ باش ندفعوا معاك الى الامام. انت من شيرت واعي وساهم، واحنا من شيرتنا نواعي ونساهم، والناس كل كان حطوا اليد في اليد اهربوا البلاد. نعم. كان كل حد مش واحد على زي راسه واني نحكي وهو يحكي وعرقلني ويحبسني، راهم نوصل نعمل حد شيء، رانا نقعد ندور في حلقه مفرغ. نعم.